وان علقت على اي مباراة لنجمنا المصري محمد صلاح من قبل؟ أنا أنقل كل مباراة البريمير ليج في نهاية الأسبوع، وبالتالي أنا لاحظت كثيرا في مباريات ليفربول، وفعلا علقت ونقلت بعض التعليقات، الكثير من التعليقات الخاصة بمحمد صلاح. رأيك كيف أداء محمد صلاح في البريمير ليج من وجهة نظرك، وأنت لك خبرات كبيرة وعديدة في التعليق على المباريات؟ إنه لاعب من الطراز خاص، فأعتقد أن ليفربول الآن لا يمر بوقت جيد. أعتقد أنه كان تعرض لبعض المشاكل، ولكن أعتقد صلاح في الأعوام الأخيرة أثبت أنه هداف من الطراز الخاص، وهذا يشعرنا بالفرحة عندما نراه يلعب.